يا زياره والله عزيز شنو ما تخافون شنو؟ عم دير بالكم معودين وسايم قاعد هاي الدنيا كلها واحد لو بيكم عطش يسبب لنا كارثه هنا. الله يساعدهم. منين جايين عمي؟ بتشفي؟ شلون طبيتوا للنجف؟ وين سكنكم نجف؟ ايش عندك بتشفي؟ والله ما تخافون عمي؟ والله عمي بلور. يا معودين اقعدوا ببيوتكم رحمه لمحمد. اقعدوا ببيتك اقعدوا والله جاني تاذى من وراكم وتاذون العالم. العدوى هي بشر يصيبك وما تدري بيه انت. وعندك اطفال وعندك نساء يعني هذه القضيه الكم. توكل. قضيتك. عندي هذا ابن اخوي. اي. شهيد. اي. وجايين من الشعب سنتين. لحد الان ما تعرف. تدرون اكو حظر تجوال لو ما تدرون؟ ندر. تدرون اكو مانع بالنجف لو ما تدرون؟ ما جايين استاذ نتونس. لا احنا ما جايين. الله يستر عليك. ما جايين نضايقكم. احنا ما جايين نضايقكم ونأذيكم، عندنا مشكله اكو اصابات، اكو فيروس، اكو خطر. جاي نقول لكم اصبروا، المقبره ما راح تشيل. ولا الامام يشيل، باقي. بس صبركم علينا حتى تساعدونا. هذه مشكله عزيزي، مشكله. اليوم الاصابات جايه تزداد كل المحافظات. مو هاي صوجكم. مو صوجكم انتم زين البصره جاي من هنا؟ بعد ما نندل. بصره ما تندل؟ منين جاي؟ من تشفل انت وين اهلك؟ ترجع لتشفل الاطباء وبلغناهم حتى يدري يعني يدري عم يتفايق حتى الاطباء بلغناهم ممنوع واحد يطب بعد عياده حتى ما بيها ما لها علاقه انت وين؟ لا ترجع حسن خابر ترجع نعطينا رقم السياره خليك ترجع ماكو مشكله يعني. والله ماشي يعني حبيبي صار اسعدهم اي من دخلنا المقبره دفننا سوى طلعنا احنا مش المقبره منا شو المقبره جايه منا المقبره منا وليش ترجع مره ثانيه للنجف؟ هو رايح غمص ليش ما طلعت منك من البدايه؟ اكو واحد يفتر الدنيا كلها ويرجع هاي شلون مقتنع بيها؟ انت وين اهلك؟ طن جنسيتك؟ وين اهلك؟ والله عجيب اطلع